لماذا الشركات تراهن على الذكاء الاصطناعي؟ من أنظف الأسئلة اللي مرت علي. لماذا الشركات تراهن على الذكاء الاصطناعي؟ والله أنه سؤال مشروع وسؤال بمحله ووقته. طيب راح أقول لك من اللي قريت، لأن أنا دائما إذا بقول شيء وأنا ما عندي أي مشكلة إنك تقدم لي تقول لي وين المصدر، قدم لك رابط مصدر أي شيء، خبر مر عليك تبي مصدر، كل المصادر موجودة كلها هايلايت وأحط لها سيف، لأن أنا ما أتكلم إلا بمصدر. فالكلام اللي قاعد اقول لك اياه اي نقطه فيها شايف انك تبي مصدر ارسل لي، قول ابي مصدر هذا يعطز لك الرابط. لماذا الاهتمام بالذكاء الاصطناعي؟ الاجابه التالي، عشان ما اردك للخلف حيل، بس لازم اقول هالنقطه هذه. كل نظام تشغيل له لغات برمجه، كل لغات برمجه لها امكانيات، وامكانيات لغات البرمجه لها حد. لو كان المطور عظيم وجبار وكل شيء عنده، راح يوصل لمرحله ما يقدر يطور اكثر او ما يقدر يبدع اكثر في لغه البرمجه هذه. واللي حصل مع اندرويد التالي، اندرويد نظام تشغيل مبني على اوبن سورس بروجكت ويعتمد على لغه جافا لتطبيقاته. لغه جافا تطورت صارت كوتلن، وكوتلن وصلت لحد معين من امكانياتها، فاضطروا انهم يحكمون بعض الهاردوير عشان يضبطون جوده التطبيقات من الخطوات التالي. في الهاردوير خلوا نظام التشغيل يعتمد على 64 بت فقط، وهذا الامر يزيد جوده التطبيقات، وخلوه تنبني على كوتلن فقط واللي هو اختصارات لاوامر جافا اصلا. حدثوا تطبيقاتهم، جابوا ناس محترفين يختصرون الأكواد، حطوا ماتيريال ديزاين سابقة، بعدين حدثوه، بعدين حدثوا شكل الثيم العام، وخلوا اللي هو دعم للفولد، وقدموا واجد، بس لا زالت لغة البرمجة هذه لها حد من الإمكانيات ما تقدر تجاوزه. يعني إذا تبي تبني تطبيق يعدل صورة، يسوي مثلا تطبيق إديت ميكر مثلا، وتبي التطبيق هذا يخلي الصورة من 4K إلى 8K، لا المعالج للجهاز يقدر على الكلام هذا، ولا لغة البرمجة تقدر على الكلام هذا، فيجب الاستعانة بالكلاود سيستم، والكلاود سيستم سيستعين بجرافيكس كارد سعره بال1000 دينار، واطلع للكرت الواحد، وراح يحتاج عدد ضخم من حالة التعدين ترى. لذلك الشركات مضطرة علشان ترفع معايير التطبيقات وترفع معايير الأدوات أنها تستخدم الكلاود سيستم. وهذا الأمر يعني شنو؟ يعني أنها استعانت بنظام تشغيل خارجي واستعانت بهاردوير خارجي لمعالجة صورة، وهذا الأمر ينطبق على البحث والسيركل مالت جوجل واللينز والذكاء الاصطناعي لتعديل الفيديو وأي شيء له علاقة بعمل إديت كلاود، واللي ابتدوها بثلاث أربع حركات اللي هي البحث والصورة والفيديو والصوت مثلا، لكنها هي أعلى وأشمل من ذلك. لذلك الشركات علشان ترفع معايير التطبيقات وترفع معايير نظام التشغيل ما تقدر تستعين فقط بالهاردوير والسوفتوير الحالي، يجب الاستعانة بأمور خارجية واللي سمتها الذكاء الاصطناعي، اللي هي عبارة عن هاردوير وسوفتوير أعلى إمكانيات يتم الاستعانة به لعمل مجموعة من الأوامر والأدوات. لذلك تسمع على الساحة بأن هذه الخدمات ستكون مدفوعة الثمن في المستقبل، لأنه قاعد يحسبون قيمة السيرفر الأبلود والداونلود وقيمة الجرافيكس كارد اللي موجود وتبريدها وقيمة إيجارها وقيمة الإنترنت وغيرها. يقول لك هذه الخدمة اللي أنا قاعد أقدمها لك عن بعد أصلاً لها قيمة، ليش أنا أقدمها فري؟ فإما أن الشركات تشتريها وتقدمها لك فري كجزء من شرائك للجهاز، أو أنك تدفع عليها اشتراك. السؤال المشروع، ليش ما نستخدم جهاز ضعيف ونعتمد على الكلاود وخلصنا؟ هو بعض الشركات حاولت، مثل جوجل ستيديا أو ستيديا على حسب السبيلينج، وانفيديا قبلهم للجيمينج، يعني حاولوا ترى نفس الفكرة، استخدام جرافيكس كارد عن بعد للجيمز أو للذكاء الصناعي نفس النتيجة، النتيجة النهائية هي استغلال سوفتوير وهاردوير عن بعد. ف الجهاز للطرفين يجب أن يكون قوي، والمودم لازم يكون قوي، والإنترنت لازم يكون سريع، وإمكانيات الرام والكاش، فلازم يكون فلاجشيب علشان يقدر يتحمل الكلام هذا. لذلك استعانة بجهاز متوسط أو ضعيف للذكاء الاصطناعي غير ممكن حاليا لحين ارتفاع قوة الهاردوير. الذكاء الاصطناعي لأن فتح جديد بالتقنية ترى، يعني ما أحب أستخدم الكلمة هذه، بس ما انضجت الفكرة العامة له. يعني في البعض يقسمه 3 أنواع والبعض يقسمه 4 أنواع، ولما تقرأ عنه تلقى أكثر من فكرة. وإذا تم استخدام الكلمة الذكاء الاصطناعي في الهواتف لها معنى، في البي سي لها معنى، في التعدين لها معنى، فالكلمة لا زالت عايمة شوية، بس يعني خلال سنتين راح يكون لها مفهوم أفضل وأوضح للناس. هي حاليا الذكاء الاصطناعي اللي نستخدمه اليوم ترى مو هو الذكاء اللي حنا كنا نتوقع ونأمله، هو عبارة عن استغلال سوفتوير وهاردوير، وهذا الأمر غير كافي اليوم. لازم الهاردوير يكون أذكى، ولازم السوفتوير يكون أذكى، ولازم الآلة تتعلم، ولازم الآلة يكون عندها أبديت على المعلومات الحالية،
ولازم تعطيك نتائج افضل من البشر، وكثير من الامور انا طرحتها سابقا، ولكن لان الكلمه صارت عامه ودارجه عند الكل ذكاء اصطناعي، فمشينا ويا الناس نفس كلمه افرمت جهازي اللي هي اصلا فنيا خطا، لكن مشي ويا الناس، فرمت جهازك فرمت. شوف، اذا خليت حسابك مده طويله وغيرت الباسورد عن بعد او في مشكله، راح تلقى هذه المشكله بان الجهاز الثاني اللي على ايميلك ما راح يتعرف عليك. من الحلو انك تربط اوتلوك او هوت ميل بالجيميل وتدش من خلال الجيميل وتخلي الجيميل مربوط باوثنتيكيتر او تطبيق للدخول على خطوتين. فعند الدخول لا تدش بالهوت ميل، راح يقول لك في عمليات كثيره تمت عليه واعطيناك لوك، بس ما راح يقول الكلام هذا عن جيميل لانه غير معلن، لان في كثير من الهجمات على هوت ميل اوتلوك وفيها الاوتوماتيك جنريت هذه اللي هي التلقائيه. فادخل من خلال الجيميل المربوط بهوت ميل افضل. شوف، من كثر مشاكل مايكروسوفت هذا موضوع الاوتو جنريت، يعني شوف مثلا بس امس، شوف الوقت اللي هنا، بس امس هذه الدول اللي هجمت على اللي حاولت الدخول دخول فاشل. طبعا لما تشيك يقول لك مايكروسوفت اذا ما تم الدخول اوكي، طيب ليش في عندي محاولات؟ يعني ليش انتم يا مايكروسوفت ما تقفلون الباب هذا نفس جوجل مثلا؟ فلاحظ معي المانيا، روسيا، كرواتيا، روسيا، روسيا، كرواتيا، المانيا، وقبل كان الصين، كان عليه فصله من الصين. طبعا كل ما سافر دوله واسوي ساينين القى الامر هذا.